قال الصحابة هم أولو العرفان. الناس من يقول الشرك هو عبادة الأصنام، عبادة الأصنام فقط، نعم عبادة الأصنام شرك، ولكن دعاء الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم والاستعانة بالأموات هذا أيضا شرك، وهو ما عليه كثير من المنتسبين إلى الإسلام، تعظيم القبور تبرك بها وزيارتها لأجل النفع ودفع الضرر هذا شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله.